هي قبلة بنيت قبل آلاف السنين، هي وجهة ومنارة للمسلمين، وتعتبر الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه. لا ضير بأن الإنسان يسعى للتطور ومواكبة أحداث العالم الهامة، لكن يجب أن لا يكون على حساب الدين أو معتقدات الآخرين. فقد أعلن محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي ببناء صرح ثقافي ترفيهي معماري متطور يقع في مدينة الرياض على شكل مكعب مستوحى من الحضارة النجدية، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر وعرض 400 متر وطول 400 متر على مساحة تتجاوز 2,000,000 متر مربع، ويضم داخله أماكن ترفيهية وحدائق وفنادق وشتى أنواع وسائل الترفيه الأخرى. ولكن بعد الإعلان عن هذا المشروع انهال معترضون على التصميم كونه مشابه إلى تصميم الكعبة المشرفة بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى إن ما قالوا عنه حضارة النجدية هي مثلثات، وإن المثلثات عادة تنسب إلى الحركة الماسونية. وقال البعض إن بناء مجمع على شكل الكعبة لكي يكون مزارا سياحيا لغير المسلمين مقارنة بالكعبة التي لا يدخلها إلا المسلمين، أي إن الدافع الظاهر له هو جني الأموال بشكل أكبر، حيث سيزور النصراني واليهودي واللاديني مكان شبيه بالكعبة بحجة السياحة. السؤال هنا، لما هذا البناء يشبه تصميم الكعبة المشرفة دون غيرها من التصاميم الهندسية العصرية الحديثة؟ وما هو الدافع العقلاني الذي يجعلهم يبنون مكانا سياحي يشبه بيت الله الحرام؟ دعونا من هذا وذاك، أنتم كمسلمين ما هو رأيكم بهذا المشروع؟ هل هو كأي مشروع ضخم بني في المملكة، أم ترونه مشروع يستفز مشاعر المسلمين وله دوافع مبطنة لا يعلمها إلا الله؟ وختاما نقول للبيت رب يحميه.